توست كامل الحبوب، تكفي شخصان. المقادير: بيضتان، 4 ملاعق طعام حليب، ملعقة طعام سكر كاستر حبيبات ناعمة، ربع ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلا، 4 شرائح سميكة من الخبز كامل الحبة، ملعقتا طعام زبدة، 4 ملاعق طعام شراب القيقب. طريقة التحضير: في وعاء نخفق البيض والحليب والسكر وخلاصة الفانيلا معا، نغمز الخبز في المزيج السابق مع الحرص على تغطية الخبز كاملا من كافة الجوانب، نذوب الزبدة في مقلاة ونقل الشرائح الخبز إلى أن تصبح بلون بني ذهبي من كلا الجانبين. نصب بعض شراب القيقب على سطح كل شريحة خبز، ثم نقدمها مع خليط من أنواع التوت الطازج كالفريز وتوت الأزرق وغيرها.